خمسة قرون مرت على هذا المكان، إلا أن جدرانه لا تزال شامخة هنا في معرة النعمان بريف إدلب. خان مراد باشا أو متحف المعرة الأثري كما يطلق عليه، يعتبر من أبرز المواقع الأثرية في سوريا، وكان مقصدا هاما للسياح من أرجاء العالم، حيث يحوي لوحات فسيفسائية قديمة جمعت من عدة مناطق لتعرض فيه. متحف معرة النعمان طبعا هو خان عثماني، بني عام 1562. طبعا يعتبر متحف المعرة هو المتحف الثاني على مستوى العالم من حيث غناه بمد الفسيفساء. الفراغ الأمني الذي تلا انسحاب النظام من معرة النعمان أواخر عام 2012 دفع مجموعة من الأهالي لتشكيل كتيبة أمنية لحراسة مقتنيات المتحف، ورغم التدابير الأمنية والحرص الشديد على حفظ محتوياته من السرقة ولصوص الآثار، إلا أنها لم تحل دون دمار أجزاء كبيرة منه بفعل براميل الأسد المتفجرة، دمار غير الكثير من المعالم الأثرية والتاريخية للمكان. نحن هون كتيبة أمنية لحماية المتحف، من وقت خرج الجيش من هون، جيش الأسد من هون، من وقت خرج من هون نحن شكلنا كتيبة أمنية لحماية آثار المتحف من اللصوص والحرامية، وظلينا هون أكثر من 3.5 سنين، بعدين بيجي بيقصفنا بالبراميل المتفجر وشوف شوفت عينك أشو سوا. لم يقف بعض المختصين من معرة النعمان مكتوفي الأيدي أمام عمليات القصف التي طالت تراثهم وماضيهم، حيث قاموا بحفظ عدد من اللوحات الفسيفسائية في أماكن أقل خطرا بعد تغليفها بقطع من القماش على أمل أن تبقى واضحة المعالم في المستقبل. نحن عملنا في متحف المعرة منذ سنتين بتوثيق الأضرار بدراسات إعداد دراسي إسعافي، وقمنا بإعداد مشروع لحماية لوحات الفسيفساء وترميم الأضرار التي حصلت بفعل قوات النظام على متحف معرة النعمان. كان المشروع الحمد لله يعني جيد، وبفضله وبعون الله سبحانه وتعالى تم حماية المتحف بالضرب الثاني أثر سقوط البرميل بمنتصف المتحف. متحف معرة النعمان وغيرها من المواقع الأثرية كانت عرضة لقصف قوات النظام التي لم تستثني بشرا من لحم ودم، فكيف سيكون حالها مع الحجر إذن؟ من مدينة معرة النعمان لقناة حلب اليوم، محمد الضغيم.